عاوز قبل ما هنروح عندنا بس حاجتين. الحاجة الأولانية عايز أوري لحضراتكم كده نموذج من فيديو اسمه المبصرون، احنا سميناه كده في الدستور زميلي أحمد القاضي. ثلاث أطفال صغيرين يعني ربنا أنعم عليهم بنعمة فقد البصر، لكن هم موهوبين جدا، كمان دفء عيلتهم عطيهم دفعة قوية جدا. عايز أوري لحضراتكم النموذج ده اللي منحناه أو منحه زميلي الأستاذ أحمد القاضي اسم المبصرون. وأجمل منك لم ترى قط عين. أنا أم محمد، الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا ثلاث أطفال مبكي. هو محمد كان الشيخ يحفظه، طبعا أنا شغلها له على شريط كاسيت في البيت يحفظ. في تانية ابتدائي تعلمت بطريقة برايل القراءة، فجبنا له مصحف البرايل، كان بيحفظ السورة قبل ما يروح للشيخ. محمد ابني أول ما نطق فكان عنده سنة وشهرين، بدأ بسورة الرحمن، كان هو يقول الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان. محمد كان عنده سنة وتسعة شهور، فربنا من علينا بفارس. كانش بابا يعرف ان هو كفيف اصلا، فلما عرف ان هو فارس كفيف انهار من العياط. فكان محمد ابني ده يجي بقى يخبط على كتف بابا كده، بابا مش انت كويس؟ قول الحمد لله. ابن عبد الله رسول الله محمد، نفسي اشوفك يا شفيع العالمين. محمد عبد الله اكتشفنا ان هو كفيف من عمر 4 شهور تقريبا. في البدايه من الاول كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا جدا جدا، لدرجه ان انا كنت بنبكي. يعني طفل كفيف عايز اهتمام، عايز رعايه، عايز حد يجيبه، حد يوديه، فالموضوع كان بالنسبه لي كان مشكله كبيره. مع مرور الوقت اكتشفت موهبه الولد في القران، بدا يختم القران في سن 6 سنوات تقريبا. ان هو الا وحي يوحى شديد القوى. الشيخ اسلام الراوي هو صاحب فكره ان هو يجمع الاطفال مع بعض وينزلهم فيديوهات وينزلهم على السوشيال ميديا، كان مردوده كويس جدا عند الناس. نزل فيديو، الفيديو الاولاني وصل لحوالي 3 مليون مشاهده، وبدات الناس تطلب ان احنا ننزل فيديوهات ثانيه. خلقت مبرءا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فيعني انت شفتوا النموذج، دايما ربنا بينعم حتى بالابتلاء. يعني هما الولاد الصغيرين يعني فقدوا البصر، لكن الحقيقة ربنا يكرمهم ويكرم أهليهم فيهم ويكونوا حاجة كويسة إن شاء الله.